وهو الحكم الدولي المعتمد من 2010، والحكم الذي أدار 3 مباريات في مونديال 2022 وأدار مباراتين في مونديال روسيا 2018. على يمين الشاشة الوحدة بزي الشهير التيشيرت الأحمر والشورت الكحلي، وعلى يسارها بالأبيض الكامل الضيوف اليوم القادمون من الإمارة الباسمة نادي الشارقة. هذه تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم ما بين الشارقة والوحدة. صفارة أولى من حكم المباراة، خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الوحدة، والخطأ على اللي أمامنا دون البوسني ميراليم بيانيتش. كان تم التفاوض معه من جانب نادي ميدز في الأيام الماضية ولكنه فضل البقاء في الشارقة. بداية من أقصى الجانب الأيسر عند خالد، اللي كان بيحاول فيها روبن أمرال. تبدأ الكرة من الدفاع عند علاء الدين زهير، ما شاء الله أكتر لاعب ثباتا على المستوى في نادي الوحدة. هنا المحاولة وهنا كان ممكن تعمل خطورة، لكن يريحها كده خالد الضنحاني إلى حارس مرمى عادل الحوسني. عادل اللي ارتدى قميص الوحدة وهو الآن بقميص نادي الشارقة. ترجع الكرة للمنطقة الدفاعية بداية عن طريق مارو كاتينيتش. مع الكرة مارو كاتينيتش، الضغط موجود عليه كده في اللقطة الماضية من أحمد نور الله. الوحدة اللي كان لعب دورة ودية بمشاركة نادي الزمالك المصري، ويعني وكان معاهم أيضا نادي الوداد البيضاوي المغربي، ويعني نادي الوحدة، وكان معاهم نادي أم صلال القطري أيضا، كان معاهم الاتفاق السعودي عفوا وأم صلال القطري. رمية التماس من الناحية اليسرى المرة دي عند الحسن صالح، يلعب رمية التماس الحسن صالح، محاولة أمامية لكن علاء الدين زهير ضاغط على موسى ماريجا، كرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية التماس. الشارقة اللي هيبدأ يضغط على الوحدة من منطقة وسط ملعبه، ويعني جورانتو فيكتيزيتش الكل اللي عارفه أنه هو يعشق لعب التحولات الهجومية، هو من المدربين اللي بيطبقوا الأربعة أربعة اثنين. لكن خلينا نشوف الحسن صالح اللي جاي يلعب رمية التماس من الناحية اليسرى، وأمامنا هنا السيد جوران توفيك ديزيتش. كرة عالية جوه منطقة الجزاء، هنا الخطورة، هنا الكرة عند موسى ماريجا يحضن عليها ولكن يأمن عليها، وفي النهاية بقرار من الحكم إلى ضربة ركنية. هذا الحكم اللي حكم 46 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، واللي الحكم اللي في النسخة الحالية لدوري الأبطال على فكرة حكم ماتشات كبيرة، يعني في هذه النسخة حكم نابولي ريال مدريد، حكم بنفيكا ريال سوسيداد، وحكم أيضا سبورتينج براغا البرتغالي مع يونيون برلين الألماني. ضربة ركنية لمصلحة ميرالين بيانيتش، واقف على التنفيذ ميرالين بيانيتش، واقف عليها النجم اللي كان ظهر في كرة القدم العالمية عبر بوابة ليون، ولعب لبرشلونة ولعب أيضا لليوفنتوس. ضربة ركنية، بيانيتش يلعب كرة عالية جوه منطقة الجزاء، هنا المحاولة مرة ثانية من ماريجا ولكنها إلى ركنية مرة أخرى من نصيب نادي الشارقة. ضربة ركنية عند ميرالين بيانيتش، دايما بيحب يلعب الركنية على القائم الأول، مع إن الوحدة أي ركنية بتتلعب في العمق عنده بتعمل مشكلة على الفريق. خلينا نشوفها تتلعب إزاي. ترقب وحذر من راشد علي، حلوة الكورة وهنا لكن فراس بن العربي سددها عالية إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. لعب الكرة وسددها لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. في دوري المحترفين هذه المواجهة رقم 26 بين الفريقين. الوحدة صاحب الانتصارات الأعلى ب 13 انتصار سجل فيها 55 هدف، والشارقة يمتلك 6 انتصارات بينما 6 تعادلات، ويبقى الهداف التاريخي لهذه المواجهات المباشرة هو من ارتدى قميص الفريقين ولا زال موجودا سباستيان تيغالي. رجعت الكرة مرة ثانية بداية من المنطقة الدفاعية لمصلحة نادي الوحدة. بداية المرة دي لوكاس بيمنتا يلعب عند علاء زهير اللي بينقل في الطرف الأيمن إلى خالد الزعابي في وسط الملعب عند آلن، مع الكرة البرازيلي آلن يلعب لأحمد نور الله اللي يرجع لعلاء الدين زهير مرة تانية في وسط الملعب. آلان استلم الكرة، لعب واحدة طويلة حلوة 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 في أقصى الجانب الأيمن، هنا الاستلامة، في خطورة لمصلحة الوحدة، في خطورة لمصلحة الوحدة وهنا تسديدة لكن عادل الحوسني يأمنها. كرة حلوة كانت من إسلم خمبا كييف ولكن في النهاية سهلة عند حارس المرمى. باين كده إن جورانتو فيكتيزيتش لا ده بيلعب 4-5-1 باللي باين ده كده في أرضية الملعب، الراجل بيلعب 4-5-1. ترجع الكرة من جديد بداية للمنطقة الدفاعية عند عادل الحوسني اللي بيستلم، مع الكرة عادل يلعب واحدة في أقصى الطرف الأيسر، هنا الاستلامة ومحاولة التقدم من جانب الحسن صالح. لعب الكرة في وسط الملعب إلى عثمان كمرة اتقطعت،
اتسلمت الشارقة اللي بيعاني من إصابة طبعا تضرب خطوط الفريق، واحد من أهم اللعيبة اللي بيلعب الكرات الأمامية بشكل رائع وثباتا على استحواذ الكرة وهو ماجد حسن. سلامات لماجد حسن اللي غايب عن مباراة النهاردة، واللي يعني الحقيقة بنفتقد لاعب بإمكانياته في المنتخب الإماراتي الحقيقة ماجد لولا الإصابة، ولا كان له شأن آخر وباع آخر. هنا الإعادة للكرة من إسلاميخان باكايف اللي سدد، ولكن عادل الحوسني كان لها بالمرصاد، كان عايز يحطها في أقصى الزاوية اليسرى في ظل ضغط كان موجود عليه من عبد الله غانم. رجعت الكرة من ماركوس ميلوني اللي يمرر عند عبد الله غانم اللي بيبدأ عند مارو كاتينيتش. شوف البداية والمحاولات، لمسة في أقصى الجانب الأيسر. هنا الكرة من الحسن صالح اللي بيلعبها طويلة وأمامية، ولكن هنا علاء الدين زهير يطلعها لخارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة. الشارقة ضاغط بادئ المباراة، هو اللي بيحاول يوصل للمرمى الأول، وأمامنا هنا جورانتو فيكتيزيتش اللي ظاهر في هذه اللقطة. رمي التماس اتلعبت جوه المنطقة، لكن لوكاس بيمنتا طلعها لخارج الملعب وإلى تماس لمصلحة الشارقة. دكة بدلاء الوحدة النهاردة هزاع عمار، راشد عصام، عبد الله الكربي، مانع عايض، محمد العبيدي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، عمر خربين، وأفانتيل ديوشييف. أما بدلاء الشارقة خلينا نشوف الكرة الخطيرة دي، لكن اتقطعت من قدام عثمان كمارة. ردت في الجانب الأيسر إلى موسى ماريجا، ماريجا يلعب الكرة لكنها تخبط وترجع من جديد. درويش بن حبيب، ماجد سرور، سلطان سليم، مطر زعل، حمد فهد، خالد بوازير، سالم صالح، مايد سعيد، وسباستيان تيجالي. رجعت الكرة في الخلف إلى مارو كاتينيتش، مع الكرة مارو كاتينيتش يمرر كرة أمامية في أقصى الجانب الأيمن. هنا خالد الضنحاني بينطلق، خالد الضنحاني مع الكرة في الجانب الأيمن، ولكن هنا الضغط موجود عليه من روبن أمرال، وإلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الشارقة. روبن أمرال هو اللي كان رجع أمن في اللقطة الماضية، البرتغالي صاحب ال 22 سنة، والكرة إلى ركنية عند فراس بن العربي. فراس بن العربي هو اللي جاي يلعب الضربة الركنية الآن لمصلحة الشارقة اللي ضاغط 8 دقائق، والشارقة هو الأكثر ضغطا في أرضية الملعب. ضربة ركنية من فراس عالية، محاولة ولكن الإبعاد من دفاع الوحدة. ترد في الجانب الأيسر، الحسن صالح يسدد، ولكن هنا يحط قدمه في التوقيت المناسب اللي كان راجع ومتهيأ لها فاكوندو كروتشبيسكي. تتمرر الكرة في الجانب الأيسر، لحقها الحسن صالح قبل ما تخرج، أمن عليها ويرجع للخلف إلى حارس مرمى عادل الحوسني. مع الكرة عادل ينقل في الجانب الأيسر إلى الحسن صالح. بالأمس كانت أمطار الخير على كل ربوع الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الخير على الإمارات وأن يعزها بالأمن والأمان. في وسط الملعب مرة تانية من جديد عبد الله غانم مع الكورة، نقل واحدة في الجانب الأيسر، شوف الضغط اللي موجود، شوف المحاولة على موسى ماريجا، وهنا مرة تانية التدخل، لكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة. هنا أمامنا اللي كان ضاغط هو خالد الزعابي، اللي كان ضغط كده على موسى ماريجا اللي بينزل يستلم كتير. خطورة موسى ماريجا على فكرة مش على الأطراف، خطورة موسى ماريجا في العمق، إن هو يبقى محطة يساعد. لكن نشوف الكرة الطويلة والإبعاد من علاء الدين زهير لخالد الزعابي مرة تانية اللي بينقل في القدم الأي في الجبهة اليمنى عفوا عند فاكوندو. غير اللعبة في الجانب اليسار، استلامة من روبن أمرال حطها على الأرض، يستلم الكرة دلوقتي اللي أمامنا إركينوف. لوكاس بيمنتا لعب كرة طويلة، لوكاس بيمنتا في الجانب الأيمن، لكن شوف اتقطعت ورجعت من ماجد راشد، خد الكرة واستحوذ عليها وأعادها للخلف إلى عبد الله غانم. شوف نادي الوحدة حرفيا في وسط ملعبه، والشارقة هو اللي يعني بيحاول إن هو ياخد المبادرة. لمسة في وسط الملعب مرة تانية في راس بالعربي، ينقل الكرة للأمام مرة تانية على الأرض، الحسن صالح يمرر الكرة إلى ميرالين بيانيتش اللي بيعود للخلف، ما بتلاقيش أي حد خالص إلا الدفاع عند عبد الله غانم. يبدأ عند عادل الحسني، عادل يمرر كرة في وسط الملعب إلى بيانيتش اللي بيلعبها طويلة، لكن يقطع علاء الدين زهير إلى ألم من وسط الملعب، اتقطعت منه لكن صفر حكم المباراة، خطأ ضربة حرة، والخطأ في اللقطة الماضية على ماركوس ميلوني.
صاحب القميص رقم 22 واللي بيلعب ظهير ايمن، لكن هو النهارده حطه كده في وسط الملعب بجوار بيانيتش وبجوار مايد راشد. وصلت في اليمين مره ثانيه، استلامه على الارض، ادي الكره اللي موجوده من زلمخان بكايف، لكن يقع ياخد خطا، ضربه حره لمصلحه نادي الوحده. امامنا هنا هو ظاهر في الصوره عثمان كمارة، والخطا اللي موجود في اللقطه الماضيه لمصلحه نادي الوحده. خطا لصالح نادي الوحده في هذا التوقيت من المباراه. اعاده للفرصه اللي يعني ممكن اللي كانت تبقى ايه يعني الاخطر. دائما وابدا ما تكون كلمه السر في الوحده هو جمهور الوحده. قصيره الكوره. بدايه روبن امرالي يعلي واحده جوه المنطقه حلوه، ولكن يطلع عادل الحسني يمسكها قبل ما توصل عند علاء الدين زهير اللي كان عايز يلطش كده ويسبق في اللقطه الماضيه. عادل الحسني مع الكوره. جدول الدوري الاماراتي الصداره للوصل ب 30 نقطه، العين ثانيا ب 25 نقطه، شباب الاهلي ثالثا ب 24 نقطه، ثم الشارقه 22 نقطه، 20 نقطه في رصيد الوحده والجزيره. اتمررت الكرة في أقصى الجانب الأيمن، هنا في راس بالعربي مع الكرة واحد لواحد، بيحاول يعدي لكن قافل عليه كده لوكاس ميمنتا، رجع عند خالد الضنحاني. مرر الكرة على الأرض إلى عبد الله غانم. شوف الشرق عايز يلاقي حل يوصل بيه إلى مرمى الوحدة في ظل تقفيل الوحدة اللي موجود، وهنا المحاولة لكن يحط قدمه كده في اللقطة الماضية خالد الزعابي وإلى رمية تماس. رمي التماس عند الحسن صالح، جاي يلعب الحسن صالح من الناحية اليسرى رمية التماس، حط الكرة عند موسى مريجا، حافظ عليها موسى مريجا، بيسدد من بعيد لكن حط قدمه علاء الدين زهير. شوف كده في دربكة وصراع في وسط الملعب، وتحس ان في زحمة معمولة كده في وسط الملعب. حكم المباراة بيقول العب. احمد نور الله كان بيطالب بخطأ، هنا موسى مريجا نقل كرة في الجانب الايمن، هنا التمريرة الامامية من خالد الضنحاني، لعب الكرة عند فراس بالعربي، لف عرضية جوه المنطقة قبل ما توصل خالد الزعابي، هو اللي يطلع. ألن اتضغط عليه واتخذت من بيانيتش الى عثمان كمارة. شوف بقى هنا المحاولة، عثمان كمارة وسع، عثمان كمارة سدد، عثمان كمارة لكنها تعتلي العارضة والى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. مرت الكرة لخارج الملعب والى ضربة مرمى في وقت كان فيه اكتر من لاعب واقع على ارضية الملعب، لكن الحكم كان امام الكرة السيد كليمون توربون، كان امام الكرة وقال ما فيهاش اي حاجة. شوف هنا يعني خالد الضنحاني اللي كان اتخبط كده وكان وقع، لكن زي ما بقول لحضراتكم الحكم قال استأنف اللعب، قال العب، قال ما فيهاش اي حاجه خالص. والكوره مرت بتسديده من عثمان كمارة الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى لمصلحه نادي الوحده. اهو امامنا كليمون توربون كان بيتكلم مع اركينوف ومع زلمخان باكايف، كان بيتحدث مع الاثنين كده. سلامات لخالد الضنحاني اللي كان واقع على أرضية الملعب. في دوري المحترفين أول مواجهة ما بين الفريقين انتهت بالتعادل 0-0. المواجهة الثانية اللي كانت أقيمت في 15 مايو من عام 2011، وقتها الوحدة كان فاز على الشارقة بنتيجة 6-1 على هذا الملعب. كان محمد الشحي وهوجو وسالم صالح هدفين، وهوجو برضو كان سجل هدفين، وعبد الرحيم جمعة، بينما اللي كان سجل الهدف الوحيد لنادي الشارقة هو برضو واحد من الأسماء اللي ارتدت قميص الفريقين، وهو البرازيلي لمن يتذكره مارسيلينيو. ترجع الكرة عند بيمنتا، يحضر عند ألن اللي بيرجع عند بيمنتا، سلم الكرة لعلاء الدين زهير، حطها في وسط الملعب، كرة عند عبد الله حمد، يعني يمكن تاني كرة أو تالت كرة كده يلمسها من أول المباراة عبد الله حمد. نور الله استلم ودار، رجع عند لوكاس بيمنتا اللي بينقل الكره في اقصى الجانب الايسر، محاوله من اجل التقدم، ادي كره على الارض، وادي هنا الخطوره، ادي الخطوره، اركينوف مع الكره، اركينوف عدى اركينوف، ولكن هنا يقطع الكره منه وحكم المباراه بيقول العب. كان بيحاول ان هو يتقدم للجزء الامامي في اللقطه الماضيه، خش مات اركينوف، ولكن تدخل عليه كده عبد الله غانم وقطع الكره من امامه. هنا امامنا هو خوشيمات اركينوف اللي تم ضمه في يناير، يعني معار من نادي زينت، لا ده عفوا مش معار من زينت، لا ده تم ضمه في يناير خوشيمات اركينوف قادما من صفوف نادي توربيدو موسكو، جاي من توربيدو موسكو.
ترجع الكرة مرة تانية من جديد في أقصى الجانب الأيسر. الحسن صالح بيستلم وبيتقدم بدور على أي حد من زملائه يلعب الكرة على الأرض إلى عثمان كمارة اللي استلم ودار. عثمان كمارة بيحاول ولكن شوف الكرة اتقطعت. يعني في صراع كده في وسط الملعب، في قوة كده، صراع قوة كده في وسط الملعب ما بين الفريقين، لكن لسه لحد دلوقتي الشكل الجمالي بتاع المباراة ما ظهرش. ترجع الكورة مرة تانية عند راشد علي اللي بيضغط عليه كده موسى ماريجا. شوف لعب الكورة في وسط الملعب، ألان ياخدها، محاولة الخروج بالكرة من تحت الضغط، لكن ألان لعب كورة صعبة ومقرية وبعيدة خالص إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة. سلامات لإسلام خامبا كييف اللي وقع على أرضية الملعب، لسه فاكوندو ما ظهرش اللي النهارده بيدفع بيه كرأس حربة كده. وهنا الكرة المشتركة اللي ما بين إسلام خامبا كييف وما بين الحسن صالح واللي حكم المباراة قال يلعب فيها ما فيهاش أي حاجة. ولازان جورانتو في تيزيتش واقف على الخط، يعني في تحدي ينتظره الجمهور الوحداوي منه في مباراة اليوم. بيانيتش سلم الكرة إلى فراس بالعربي اللي رجع في وسط الملعب عند ماركوس ميلوني. ميلوني إلى خالد الضنحاني في الجانب الأيمن، عدى 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 ولكن ضغط عليه إركينوف. رجع خدها خالد الضنحاني بتمريرة إلى موسى ماريجا، استلم موسى ماريجا بيحاول يعدي، ضغط عليه لوكاس بيمنتا وهنا بيحاول، وهنا الضغط من جانب الوحدة، من جانب الوحدة، وفي النهاية الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الشارقة. ضربة ركنية لصالح الشارقة الآن في أرضية الملعب. خالد الضنحاني اللي كان عمل المشوار وكان مرر الكرة عند موسى ماريجا اللي كانت ضغط عليه كده في اللقطة الماضية من الظهير روبن أمارال، لكن إلى ركنية. هل ينجح الوحدة في ترجمة هذه الركنية إلى الشارقة عفوا في هذه الركنية إلى هدف؟ خلينا نشوف. ترقب داخل منطقة الجزاء وضربة ركنية واقف على تنفيذها ميرالين بيانيتش، وترقب داخل منطقة الجزاء، بيانيتش يلعب لكن يطلع دفاع الوحدة، ترد الكرة الحسن صالح يسدد، تخبط في عبد الله حمد، فراس من العربي لعثمان كمارة. يا راجل الحاجات دي ما بتجيش كتير يا عثمان يا كمارة، ولكن يلاقيها في ايده راشد علي. كرة طويلة محاولة الوصول عند إركينوف ولكن مارو كاتينيتش. رحل كوستاس مانولاس إلى صروف إلى صفوف نادي سالارينتانا في السيري آ. يقطع إركينوف ولكن ياخد منها خطأ اللي أمامنا في راس بالعربي. خطأ ضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة. أصوات المايكات وتشجيع الجماهير في أرضية الملعب، لكن كل من في أرضية الملعب يريد هدف حتى يتغير نسق ورتم المباراة تماما. عبد الله غانم نقل واحدة عند ماجد راشد اللي كان جاي له، حضر من جديد عبد الله غانم، يمرر كرة في وسط ملعب الوحدة في الجانب الأيسر. الحسن صالح مع الكرة، الشرقة أفضل، الشرقة أفضل، وأدي الكرة إلى عثمان كمارة، لكن رجع عبد الله حمد قطع، اتمررت في الجانب الأيمن. شوف اللي كان راجع هو بكايف، وهنا الضغط على خالد الزعابي اللي يطلع الكرة لخارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة. الشارقة ضاغط في الأربعين متر بتاعة نادي الوحدة بشكل قوي، لكن محتاج تحرك كتير من غير كرة عشان يقدر يوصل للمرمى. رمي التماس من ناحية الشمال، رمي التماس من الناحية اليسرى، اتلعبت الكرة القصيرة، استلم موسى ماريجا، أعاد الكرة من جديد، لكن هنا بص الضغط اللي موجود والكرة اللي اتلعبت في أقصى الجانب الأيمن. ومرة تانية نادي الوحدة بيحاول يخرجها، لكن بص سيطر عليها الحسن صالح مع عزلمي خامبا كييف. هنا التدخل من جانب فاكوندو ياخد منها رمي التماس لمصلحة نادي الوحدة. الشارقة في الزمن الجميل، الشارقة في التسعينات مع صعود الإمارات العربية المتحدة إلى كأس العالم كانت تمتلك عيال مير، ليس مير وإبراهيم مير، الاثنين اللي كانوا أظهرة حديدية كده وكانوا يمتعون في عالم كرة القدم. الشارقة طبعا اللي يعتبر من الصفحات المضيئة في كرة القدم الإماراتية، كذلك الوحدة في قصة تأسيسه، والوحدة بعد ذلك إلى أيام وذكريات رائعة، والوحدة اللي قدم ناشئين وقدم أجيال عديدة في آخر السنوات لكرة القدم الإماراتية.
والوحدة اللي يعني عليه أن يعيد مرة أخرى اكتشاف القطاعات الناشئين كما كان ناجحا وكان بارعا فيها من قبل. رجعت الكرة إلى علاء الدين زهير اللي بيقطعها، لكن بص أغلب الكرات 60% من الكرات اللي بتتلعب طويلة من لعبة الوحدة الشرقة بيعرف يقطعها كويس. نادي الشارقة عارف يقفل كويس. لسه لحد دلوقتي ما شفناش إلا كرة لتسديدة اللي على المرمى اللي كان سددها في المحاولة بتاعته لمخامبا كايفو اللي كان صدها عادل الحوساني. غير كده مع 20 دقيقة لم نرى خطورة كثيرة على المرمى. هنا الاستلامة والمحاولة ولكن يقطع خالد الزعبي إلى علاء الدين زهير، يسلم الكرة عند ألان. محتاج الوحدة ان هو يركز عشان يطلع من الضغط، لكن الضغط مستمر. بيانيتش، بيانيتش على يمينه يلعب الكرة إلى ماركوس ميلوني بالعرض إلى بيانيتش. يا راجل يا راجل، هجمة خطيرة بتضيع على الشارقة، وأقدر أقول الشارقة يضيع الهدف الأول في هذا الوقت. ضيعها ميرا لين بيانيتش. بص ألان اللي كان عايز يخرج بالكرة، لكن بص بيانيتش وبص التصرف الصحيح إلى ميلوني، رجعها له ميلوني. هنا هو والمرمى، لكن سدد على يمين راشد علي وإلى ضربة مرمى. سددها ومرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. ألان يبدأ بالكرة، لكن هنا بص في الدفع والصفارة والخطأ والضربة الحرة لمصلحة نادي الوحدة. ترجع الكرة من الخلف، بداية من أقصى الجانب الأيمن، تتمرر عند عبد الله حمد. يبدأ عند علاء الدين زهير. علاء مرر واحدة في الطرف اليمين، تمريرة طويلة، استلامة من سليمخان باكايف، البحث عن فاكوندو والبحث عن الظهور، طلع له خالد الزعابي ولكن طولت من أمامه ولا إيه؟ الحكم بيقول إيه؟ الكرة ردت، لسه الخطورة، هنا الهدف الأول، لكن راية وتسلل وضربة مرمى. الكرة، هل الكرة كانت طلعت؟ فعلاً بيرفع الراية بتاعته بيقول الكرة طلعت يا أحمد يا نور الله، وضربة مرمى من نصيب نادي الشارقة. ضربة مرمى من نصيب الشارقة. أمامنا هنا حكم المباراة، شوف الكورة، شوف هنا التحرك من سليمخان باكايف، شوف البينية الحلوة عند خالد الزعابي واللي فعلا الكورة كانت طلعت منه وبعد ذلك استكملت، ولكن كان رفع رايته بعديها وقال الكورة إلى ضربة مرمى. شوف هنا حتى تحس إن عادل الحوساني ما خدش الكورة بجدية لأنه هو كان واثق إن الكورة بره، وأحمد نور الله بيقول له شوف الفار. لكن أمامنا هنا كليمون توربان بيقول الكرة ضربت مرمى، اتلعبت ورجعت مرة تانية، أهو الوحدة كده بيهدد مرمى الشارقة. اتلعبت الكرة، موسى ماريجا استلم وعدى، حط جسمه بيحاول يعدي، يصفر له كليمون توربان، خطأ ضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة. خطأ ضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة الآن في أرضية الملعب. ميرالين بيانيتش جاي يلعب الكرة، ميرالين بيانيتش في ظل حذر وترقب من الدفاع اللي متكتل أمام منطقة جزاء الوحدة. كرة خطيرة لمصلحة الشارقة، خطيرة آه طبعا خطيرة، لكن هنشوف ماجد راشد يلمسها عند بيانيتش اللي يلعب كرة عالية عالية عالية، ولكن هايل علاء الدين زهير راحت في الطرف الأيمن. يسلم الكرة في اليمين، هنا محاولة لعب العرضية ولكن لحق قبل ما تطلع، هنا إركينوف ياخد منها رمي التماس لمصلحة نادي الوحدة. 24 دقيقة أيها السيدات والسادة من عمر وأحداث المباراة هنا في شوطها الأول هنا مع استئناف الدوري الإماراتي، والنتيجة لا تزال التعادل السلبي قائم هنا في أرضية الملعب. ترجع الكرة من جديد، الوحدة ثالث فريق أو ثالث أكثر فريق سجل أهداف في مرمى الشارقة بدور المحترفين ب 53 هدف. يبقى الجزيرة هو صاحب أكثر أهداف سجلت في مرمى الشارقة ب 57 هدف، ثم العين 55 هدف. وبالمناسبة الفريقين دول سجلوا في كل مبارياتهم اللي لعبوها في الدوري في 12 جولة ماضية. كرة بتتلعب على الأرض مرة تانية من جديد، هنا الانطلاقة من عثمان كمارة، هنا الخطورة في الجانب الأيسر إلى الحسن صالح،
مع الكرة الحسن صالح يلعبها على الأرض إلى فراس بن العربي، بن العربي يلعب بالعرض ولكن علاء الدين زهير مقفل، وإلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الوحدة، لمصلحة نادي الشارقة. شوف الكرة وشوف المحاولة، لكن هنا أمامنا علاء الدين زهير هو اللي مأمن ومطلعها إلى ركنية من نصيب الشارقة. ضربة ركنية الآن لمصلحة الشارقة. كابتن أحمد الجنيبي مدير الفريق قاعد كده زي ما حضراتكم شايفين، وعلى الجانب الآخر عبد السلام جمعة مع جوران توفيك ديزيتش. ضربة ركنية عند ميرالين بيانيتش، يلعب الضربة الركنية العالية على القائم الثاني، فيها خطورة أبو سمريجا، وهنا المحاولة ولكن أنقذها بقدم راشد علي. هدف ثاني يضيع على الشارقة الآن في أرضية الملعب. رجعت إلى ماجد راشد، سلم الكرة للحسن صالح. الحسن يلعب في الجانب الأيسر إلى بيانيتش اللي يرجع يمرر الكرة مرة ثانية في وسط الملعب. واحد من المحترفين من الأسامي الكبيرة اللي يعني بيقدم مجهود رائع منذ انضمامه هنا. حلوة حلوة المحاولة عند خالد الضنحاني، ولكن يخبطها فيه كده في اللقطة الماضية روبن أمرال، وإلى ضربة مرمى. شوف خالد الضنحاني كان استلم، ولكن روبن أمرال بذكاء كان خبط الكرة فيه وخرجها إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. ما جت في رجلك يا خالد. علاء الدين زهير يلعبها قصيرة عند عبد الله حمد بن قوسين. حتى الآن بعد 27 دقيقة وسط ملعب الوحدة لم يظهر، كل اللعب على المرمى من جانب الشارقة على مرمى الوحدة. الوحدة على فترات طويلة يعني في الدقيقة 5 كده فرصة، ومن 3 دقائق فرصة، الباقي يعني وسط ملعب الوحدة مش عارف يمسك كورة ويخرج كورة. أمامنا هنا في راس خالد الزعابي من أقصى الجانب الأيمن إلى علاء الدين زهير، يرجع إلى لوكاس بيمنتا إلى علاء الدين زهير مرة تانية. شوفنا لا تزال المحاولات من جانب لعيبة الوحدة من أجل الوصول إلى المناطق الأمامية، إلى كرة عالية جوه المنطقة يسيبها عادل الحسيني إلى خارج أرضية الملعب، وإلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الشارقة. مرت الكرة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة الشارقة. إلى كرة أمامية طويلة، هنا المحاولة من موسى مريجا اللي عايز يستلم، لكن الكرة مرت من قدامه تاني وخرجت إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. رمي التماس أمامنا هنا موسى مريجا، ظهر في هذه اللقطة موسى مريجا وراجع كده عشان يحاول ان هو يبدأ من جديد ويصل الى مرمى الخصم. ترجع الكرة مرة تانية بداية من منطقة الدفاع. شوف يعني اقدر اقول لك ان الشارقة في شوط اللقاء الاول اذا ما استمر على هذا النهج فلن ينتهي الشوط الا وسجل هدف، الا اذا كان هناك مفاجأة بيحضرها الوحدة للشارقة. لكن اللي أقرب بهذا الأداء وبهذه الطريقة اللي باينة هو نادي الشارقة. غايب عنه التركيز، لكن لو ركز يقدر يوصل للمرمى بسهولة. لكن شوف هنا بقى بيقطعها لعيبة الوحدة لانطلاقة من أقصى الجانب الأيسر. هنا محاولة من أجل المرور، عدى ومر، سلم الكرة في الجانب الأيسر عايز ياخدها كده روبن أمرال، لكن يقطع برالين بيانيتش إلى موسى مريجا، يعدي موسى مريجا يسقط، حكم المباراة بيقول العب. علاء الدين زهير عنده طبعا من ضمن الأوراق المهمة اللي ممكن يدفع بيها في الشوط الثاني تغير شكل اللعب عمر خربين. عمر خربين بيقدر يصنع لزملائه الكثير من أجل إن هم يصلوا إلى المرمى. لكن خلينا نشوف، لسه لحد دلوقتي الهدوء حاضر في أرضية الملعب. مرر الكرة في الخلف، علاء الدين زهير بيستلم، يلعب واحدة أمامية في أقصى الجانب الأيمن، لكن يرجع يستلمها مرة تانية. بص مهديين اللعب زي ما هم عايزين وبيقللوا كده الضغط اللي كان موجود عليهم من لعيبة
الوحده، بيقللوا الضغط اللي موجود عليهم من لعيبه الوحده دلوقتي، لعيبه الشارقه. لكن الوحده بدا يمسك كوره، الوحده بدا يمسك كوره، بدا يتغير شكل الوحده في الملعب. هنا محاوله ارسال عرضيه ولكن عثمان كمارا يحط جسمه فيها، ترجع من جديد. بدايه على الارض، في البدايه الهاديه كده من جانب الفريق اللي بيحاول، فريق الوحده. لكن الشارقه دلوقتي، الشارقه بيقطعها ويعيدها الى حارس المرمى راشد علي. بدا من اقصى الطرف الايمن، هذه لمسه من جانب اليمين، انطلاقه في العمق حلوه من عبد الله حمد، حلوه من عبد الله حمد اللي بيلعب الكره الى ألن، نقل الكره في الجانب الايسر، اركينوف، اركينوف عايز يركن اركينوف، لكن هنا التسديده وهنا الهدف الاول، هنا المفاجاه من الوحده، هنا المفاجاه من الوحده، هنا احمد نور الله ضغط الوحده فسجل هدفا اول، هدف اول للوحده احمد نور الله. اركينوف حاول فيها ولكن في النهايه احمد نور الله يخطف الهدف الاول للوحده. قلت لك الشارقه اذا ما استمر على هذا النسق سيسجل، الا اذا كان للوحده مفاجاه، وبالفعل ها هو احمد نور الله يفاجئهم ويسجل الهدف الاول. شوف ألن الى اركينوف، شوف هنا اركينوف، اركينوف سدد لكن الكره خبطت رجعت، هنا احمد نور الله على يسار عادل الحوسني، الوحده يخطف الهدف الاول، هدف اول للوحده يسجله الان احمد نور الله. الشارقه اللي حاول ولكن يعني الوحدة كان صامد، وفي النهاية ها هو الوحدة يحول الضغط عليه ويستطيع أن يسجل الهدف الأول. 1-0 الوحدة لا شيء. الشارقة الآن في أرضية الملعب، أصحاب الأرض يتقدموا بالهدف الأول. ترجع الكرة مرة ثانية، بداية من الخط الدفاعي، هذه كرة في أقصى الجانب الأيسر، يحاول دلوقتي نادي بقى الشارقة ان هو يعوض، مسك المباراة ومسك اللعبة وحاول على المرمى، ضيع فرصتين منهم الفرصة الغريبة اللي ما تضيعش بتاعت ميانيتش اللي كان تقريبا في مواجهة المرمى لكن مرت. صفارة موجودة من كليمون توربان وبيحتسب الخطأ لمصلحة نادي الشارقة. هنا كرة جوه المنطقة، ماجد راشد نقل في الشمال إلى الحسن صالح، اتقدم الحسن صالح، يعدي من علاء الدين زهير اللي يأمنها كويس عند ألن، اللي بيأمنها كويس عند ألن. اتلعبت لكن في مساحة بعيدة، اتقطعت ورجعت مرة تانية، بص رجع مرة تانية الوحدة، بص أسلوب جورانتو فيك تزيتش ما تغيرش من أيام ما كان مع عثمان. لكن عشان نبقى منصفين بصراحة، الشارقة كان في ايده ان هو يسجل لكن ما استثمرش ده في كورتين جات له، قدر ان هم يخترق بيهم دفاع الوحدة، وبالذات بقول لك الكرة بتاعت ميانيتش. لكن هنا ألم بيقطع الى كرة امامية عند اركينوف، مع الكرة اركينوف عايز يعدي في المساحة، بالمناسبة اتفرجت عليه لعيب سريع اركينوف ولعيب كنترولر هايل، واقول لكم على حاجة تانية بيعرف يشوط ضربات ثابتة. تبدأ الكرة عند ألم، مع الكرة ألم يحطها في الوسط عند صاحب الهدف احمد نور الله اللي تقدم في الدقيقة 31 من عمر واحداث شوط اللقاء الاول. ترجع مرة ثانية علاء الدين زهير، كرة مرت إلى صفارة من كليمون تربون وخطأ ضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة. هنا أمامنا الجماهير الوحدوية اللي بقول لك دائما وأبدا ما تصنع الفارق، صنعت الفارق في التعادل أمام الوصل 2-2، صنعت الفارق في الانتصار على الوحدة بنتيجة على العين عفوا بنتيجة 2-0. دائما وأبدا ما تصنع الفارق الجماهير الوحدوية عندما تتواجد في أرضية الملعب. رمي التماس من الناحية اليمنى عند خالد الضرحاني، هو اللي جاي يلعبها خالد الضرحاني، أي ما هو كوزمين أولاريو
اوسا ماريجا، لكن شوف من قدامه كده ضغط عبد الله حمد اللي كان راجع معاه، لكن ماريجا لحق لعب عرضيه، عدت الكره من امام خالد الزعابي ومرت لخارج الملعب، اصبحت الى تماس لمصلحه نادي الوحده. شوف المرور والكره العاليه، الحكم بيقول لمست في راس خالد الزعابي قبل ما تخرج. ماركوس ميلوني يرجع عند مارو كاتينيتش، اللاعب المنضم من صفوف نادي دينامو زاغرب. فراس بالعربي يلعب كرة عالية في راس بالعربي، لكن علاء الدين زهري يطلع. 35 دقيقة أيها السيدات والسادة، والوحدة تقدم بهدف. هنا انطلاقة أمامية من الجانب الأيمن مع الكرة سليمان باكايف، باكايف باكايف عايز يلعب البينية عند إركينوف، ولكن مارو كاتينيتش هو اللي يقطع الكرة. ترد من جديد من أقصى الجانب الأيسر، الحسن صالح يمرر الكرة عند عثمان كمارة الى عبد الله غانم الى الحسن صالح. بص بيضغط الوحده هنا دلوقتي، وبالفعل ينجح في الحصول فيها على رمي التماس. مقسم المباراه جوران، اه طبعا مقسم المباراه جوران. الشرقه ضغطه، اه الشرقه ضغطه. كان عنده مشكله اول 25 دقيقه في وسط الملعب، اه كان عنده مشكله في اول 25 دقيقه في ارضيه الملعب في وسط ملعبه في التحديد، ولكنه نجح في خطف هدف. بدايه المره دي تمريرة أمامية من علاء الدين زهير، ولكن ترجع الكرة إلى عبد الله غانم. تمريرة في وسط الملعب من جديد عند ميرالين بيانيتش. مع الكرة ميرالين بيانيتش. يمر ويرجع للخلف عند مارو كاتينيتش. مع الكرة مارو كاتينيتش. اتسلمت. كاتينيتش مرة تانية يلعب كرة طويلة أمامية. محاولة في أقصى الجانب الأيمن، كرة ردت. تبقى المشكلة مستمرة مع ثنائي قلبي الدفاع في نادي الشارقة على فكرة من أول الموسم، المشكلة دي واضحة، لكن لسه خلينا نشوف. أحمد نور الله استلم، وقف الكرة كويس، أمن عليها يا ولد حلوة عند إركينوف. مع الكرة إركينوف بيتقدم، إركينوف إركينوف بيتقدم، يمر بعرض الملعب إركينوف، يهيئ الكرة على الأرض. هنا الاستلامة، كرة طويلة وصلت عند فاكوندو، استلم الكرة فاكوندو كروبيتشكي، يلعب الكرة بالعرض، محاولة عند اللي أمامنا اللي بيحاول فيها روبن أمارال. رجع إلى وسط الملعب عند آلان، آلان مرر الكرة إلى أحمد نور الله. رجعت في الخلف عند لوكاس بيمنتا، نقل واحدة في الطرف اليمين، ترجع مرة ثانية إلى علاء الدين زهير. بص فاضي كده احمد نور الله، بدا يتحرك اهو، بدا دلوقتي الحال يتبدل. الوحده هو اللي اخطر وافضل، ولكن هنا التسديده خبطت ومرت لخارج الملعب والى رمي التماس. شوف الوحده لاعب 125 تمريره، 27 منهم يعني اكتملوا، وعلى الجانب الاخر 154 نفس الكلام 27 تمريره فيهم اكتملوا، لكن كرة بترجع. حتى انا اعتقد ان نسبه الاستحواذ مش هتبقى كبيره، هي للشارقه مثلا ممكن هتلاقي فرق 4% ولا 5% يعني، لكن خلينا نشوف. بترجع الكرة مرة تانية إلى راشد علي، يلعب كرة طويلة راشد علي، تمريرة أمامية هنا لمسة بالراس، لكن ما تلاقيش أي حد خالص كان بيحاول يلمسها كده براسه اللي أمامنا في اللقطة الماضية فاكوندو. نزلت في وسط الملعب مرة تانية عند ماركوس ميلوني، سلم الكرة عند ميرالين بيانيتش، نقل واحدة في أقصى الطرف الأيسر عثمان كمارة، يفوتها كده، كان عايز يعديها عند فراس بالعربي، لكن ما لقيتش اي حد الا علاء الدين زهير اللي بيلعب الكره، لكنها كانت طولت ومرت الى خارج ارضيه الملعب والى رميه تماس. مرت وطلعت لخارج الملعب والى رميه تماس. ابتسامه كده تعلو وجه محيى اسماعيل مطر اللي دائما وابدا ما كان يصنع الفارق، واللي كل ما تقول انه هو كبر وخلاص لا يعطي، يفاجئك بباص احلى من الثاني او بهدف اجمل من الثاني. مرت وخرجت الى خارج الملعب والى رمي التماس من الناحيه اليسرى عند موسى ماريجا. جاي يلعب موسى ماريجا، وامامنا هنا اللي ظاهر في هذه اللقطه علاء الدين زهير، ورميه التماس الان عند الحسن صالح. هو اللي جاي يلعب رميه التماس. ضغط موجود، رميه التماس عاليه،
يطلع براسه خالد الزعابي الى خارج الملعب والى رمي التماس. داخلين على 40 دقيقه ايها السيدات والساده من عمر واحداث المباراه. ورمي التماس تتلعب، ترجع الكره من ميرالين بيانيتش اللي بيسلمها عند عبد الله غانم الى كره عاليه جوه المنطقه، هنا لمسه بالراس ولكن الكره الى ضربه ركنيه من نصيب نادي الشارقه. ضربه ركنيه لمصلحه الشارقه. ترقب الان داخل منطقه جزاء الوحده، وضربه ركنيه هتتلعب وهتتنفذ الان. اتلعبت الركنيه العاليه لكن ما قابل احمد نور الله هنا الخطوره، ولكن حكم المباراه بيصفر لان كان في مضايقه كده لحارس المرمى راشد علي. كان في مضايقه كده لراشد علي في اللقطه الماضيه. مواجهه بينهم النهارده في شهر فبراير. بالمناسبه اول مواجهه ما بينهم اتلعبت في شهر فبراير كانت انتهت 1-1 في عام 2014 يوم 21 فبراير كمان بالتحديد، كانت انتهت 1-1. المباراه اللي كانت على هذا الملعب برضه كان سباستيان تيجالي وكان احمد خميس هو اللي كان عادل لنادي الشارقه. بعد كده لعبوا مع بعض مباراه في فبراير يوم 21 برضه فبراير من عام 2015 كان فاز الشارقه بنتيجه 4-1. هنا كره من احمد نور الله، مع الكره احمد نور الله عاد في وسط الملعب الى الن اللي يلعب كره عاليه فيها خطوره، فيها خطوره يا راجل، لو كان لمسها فكوندو كان هيعمل منها خطوره لكنها طولت ومرت الى خارج الملعب والى ضربه مرمى. لمسها ومرت الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. شوف الجماهير الوحدويه اللي حاضره في ارضيه الملعب واللي بتشجع وبتساند الان. ترجع من وسط الملعب احمد نور الله يلمس الكره عند عبد الله حمد، يسلم عند خالد الزعابي في الجانب الايمن. خالد الزعابي حافظ عليها خالد الزعابي وعاد مره اخرى لكن يرجع عند علاء الدين زهير. ما شاء الله ثنائي قلب الدفاع في نادي الوحده حتى اللحظه هم اللي ناجحين في تامين المباراه لي، على عكس ما حدث للشارقه في الاختبارين لم ينجح الثنائي الدفاعي، واحده تسددت والثانيه جه منها هدف. يمكن في كوره، في كوره برضه عشان الواحد يبقى منصف يعني، في الكوره اللي كان بيمنت ما اراها الصح واللي كانت اتلعبت بالعرض من الجانب الايمن اللي كان سددها بيانيتشو كان امامه المرمى، واللي لو كانت اتسجلت يعني كان ممكن يبقى هدف اول للشارقه، لكن في النهايه ها هو الوحده ينجح في التقدم بهدف. ترجع مره ثانيه عند الن، يسلم الكره في الخلف عند روبن امارال اللي بيبدا عند لوكاس بيمنتا وبيحضر عند علاء الدين زهير اللي بيعيدها الى راشد علي. راشد الاستحواذ 46% للوحدة مقابل 54% للشارقة. زي ما قلت لحضراتكم مش هيبقى استحواذ كبير يعني. إلى كرة طويلة أمامية لكن يطلع مارو كاتينيتش. شوف الوحدة لما بيضغط بيعرف يتحكم في رتم الملعب. أحمد نور الله ولكن مارو كاتينيتش قطع. عند ميرالين بيانيتش. في وسط الملعب إلى ماركوس ميلوني عند فراس بالعربي لكن ياخذ منها خطأ فراس بالعربي وخطأ ضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة. الشارقة اللي نال 6 ركنيات في مباراة النهاردة والوحدة لم يحصل على أي ركنية. الوحدة سدد 3 كرات منهم يعني على المرمى، منهم كورة على المرمى، والشارقة اللي سدد 4 كرات. الوحدة يا ربي، لا الوحدة سدد 8 كرات 2 منهم على المرمى، ولا الشارقة؟ الشارقة اللي سدد 8 كرات 3 منهم على المرمى والوحدة سدد كرتين الاثنين على المرمى. بترجع مرة تانية من الجانب الأيمن، هنا محاولة لكن الكرة طويلة مرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. كان بيحاول ميرالين بيانيتش هو يمررها لزملائه في أرضية الملعب ولكن الكرة مرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الوحدة. أمامنا هنا كوزمين أولاريو، ماذا سيفعل في شوط اللقاء الثاني؟ خلونا ننتظر ونشوف هيتصرف إزاي.
ضربة مرمى لمصلحة نادي الوحدة. راشد علي يلعب كرة عالية أمامية، ترد مرة تانية من جديد، انطلاقة من الجانب الأيسر بيحاول فيها كده كان فاكوندو، لكنها مرت إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. أمامنا هنا سباستيان تيجالي، واحد من اللي ارتدوا قميص الفريقين، وهو الهداف الأكثر تهديفا في صفوف الفريقين برصيد 16 هدف. وعلى الجانب الآخر الأسطورة سمعة، دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع بقرار من حكم المباراة السيد كليمون توربان. تماس لكن الحكم بيصفر وبيقول خطأ في تنفيذ رمية التماس عشان تتغير وتبقى ليه مصلحة نادي الشارقة. أمامنا هنا روبن أمارال ودوران توفيق ديزيتش. رمي التماس من الجانب الأيمن من خالد الضرحاني عند بيرالين بيانيتش اللي يلعب كرة طويلة وأمامية، ولكن شوف هنا بقى علاء الدين زهير ما شاء الله اللي مأمن عليها ومغطي بشكل رائع عشان تبقى تماس لمصلحة نادي الشارقة. خلاص شوط اللقاء الأول بيلفظ أنفاسه الأخيرة والنتيجة واحد الوحدة لشيء الشارقة. هدف من أحمد نور الله. عبد الله حمد غير الكرة في الطرف اليمين، هنا المحاولة بتسديدة طويلة من خالد الزعابي، عايز يلعب عند إركينوف، إركينوف عايز يلمس ولكن من أمامه بقى يصفر، وبالفعل كليمون توربان بيعلن انتهاء شوط اللقاء الأول. سيداتي آنساتي ساداتي، الوحدة في المباراة والذي كان بإمضاء أحمد نور الله اللي أسكنها بسهولة على يسار الحارس عادل الحسني. على يسار الشاشة أصحاب الأرض نادي الوحدة بالقميص الأحمر والشورت الكحلي، وعلى اليمين بالأبيض الكامل هو نادي الشارقة. هذه تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لشوط اللقاء الثاني في مواجهة الوحدة والشارقة هنا في الأسبوع 13 من دوري أدنوك للمحترفين. الوحدة بيلعب براشد علي حارس مرمى، خالد الزعابي، علاء الدين زهير، لوكاس بيمنتا، وروبن أمارال، وسط الملعب زلميخان باكاييف، عبد الله حمد، ألان أحمد، نور الله، وإركينوف، مع كوندو كروتشبيسكي كمهاجم في مباراة اليوم بالنسبة للوحدة. أما الشارقة اللي بادئ شوط اللقاء الثاني هو بيحاول على المرمى، لكن ألان المقاتل هو اللي بيطلعها لخارج الملعب، فبيلعب بعادل الحسني حارس مرمى، خالد الضرحاني، مارو كاتانيتش، وعبد الله غانم مع الحسن صالح، ماجد راشد وبيانيتش، أمامهم فراس بالعربي، ماركوس ميلوني، عثمان كمارا، وموسى ماريجا. إبعاد المرة دي من علاء الدين زهير إلى كرة من وسط الملعب فيها محاولة لكن ألان يطلع، إركينوف بيحاول، هنا الضغط اللي موجود من جانب فاكوندو ولكن يلحق مرة تانية مارو كاتينيتش. استلامة بالراس ماركوس ميلوني لكن ضغط عليه إركينوف والكرة مرت لخارج الملعب وإلى رمي التماس. خوشيمات إركينوف اللاعب الأوزبكي الجديد المتواجد في تشكيلة الفريق الوحداوي في مباراة اليوم. لاعب الأوزبكستاني زلميخان باكاييف بالمناسبة لاعب روسي اللي في أرضية الملعب واللي كان انضم لهم من نادي زينت سان بطرسبرغ. كرة أمامية محاولة عند عثمان كمارا ولكن يهيئها ويأمنها كده ما شاء الله علاء الدين زهير عند حارس مرمى راشد علي. أمامنا هنا ما شاء الله علاء الدين زهير، واحد هو الآخر من نجوم شوط اللقاء الأول في هذه المباراة. هتتلعب أمامنا هنا كوزمين أولاريو اللي بيفكر ماذا سيفعل في شوط اللقاء الثاني. اتنقلت الكرة في أقصى الجانب الأيسر، لوكاس بيمنتا يلعب كرة طويلة يقابل معاه في وسط الملعب نور الله اللي بيخسرها لصالح فراس بالعربي، يضغط مرة تانية ماجد راشد، وصلت الكرة لكن حكم المباراة يصفر فيها خطأ على ماجد راشد، وضربة حرة لمصلحة أحمد نور الله لاعب نادي الوحدة. كليمون توربان واللي بقول لكم حكم ثلاث مباريات في مونديال 2022 لمن يتذكر، حكم أوروغواي وكوريا الجنوبية، حكم الإكوادور والسنغال، وفي الدور السادس عشر شهد انتصار البرازيل المرعب على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1. كليمون توربان أيضا في مونديال 2018 كان حكم مباراتين كمان بالمناسبة، يعني كان حكم الأوروغواي والمملكة العربية السعودية وحكم سويسرا وكوستاريكا ولم يذهب إلى أبعد من ذلك. لكن هنا كرة أمامية وانطلاقة، لكن شوف هنا التغطية اللي موجودة والحاضرة، بالمناسبة حكم نهائي دوري أبطال أوروبا، تسديدة قوية ولكن يتصدى لها عادل الحسني. في وقت الحديث عن هذا الحكم اللي كان أدار النهائي 1-0 لريال مدريد على حساب ليفربول، والهدف اللي كان سجله فينيسيوس جونيور بصراعة من فيدريكو فالفيردي. رجعت الكرة مرة تانية بتحضير دفاعي من عبد الله غانم، لعب الكرة لكن هنا شوف الضغط اللي موجود، ولكن في النهاية عبد الله حمد يخبط الكرة في عثمان كمارا وإلى تماس. زلميخان باكاييف
هيسيب الكرة ولا هو اللي هيلعبها؟ يسيب الكرة في النهاية إلى خالد السعد، كان عايز يلعبها سريعة لكن اللعيبة زمايله ما تحركلوش. اتلعبت الكرة عند عبد الله حمد، لمسة حلوة أمامية عند فاكوندو، بيحاول فاكوندو كروسبيسكي، عد 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 هنا الخطورة، لكن عادل الحسني بطل ينقذها، ينقذ مرمى الشارقة من هدف وحداوي تاني محقق وكان قريب بعد محاولة موجودة من إزدمخامبا كييف. شوف هنا بقى، شوف هنا لازالت مشكلة قلوب دفاع الشارقة، ولكن هنا هايل عادل الحسني على طريقة حراس مرمى اليد أنقذها بقدمه ومنع هدف تاني محقق للوحدة في مرمى الشارقة. رجعت الكرة إلى مارو كاتينيتش، يبدأ من الخلف عند عادل الحسني، كرة أمامية لكن في وسط الملعب عبد الله حمد مرة تانية. عبد الله حمد باين الوحدة في شوط اللقاء الثاني أكثر تحرر، لمسة في الانطلاقة من اليسار، أدي الكرة من روبن أمارال حلوة عند نور الله، أحمد نور الله نقل واحدة مرة تانية في اليمين إلى خالد الزعابي. أذكر بأن دكة الوحدة أفضل من الشارقة في حالة إذا ما أراد تأمين المباراة جورانتو فيكتيزيتش، عنده طحنون الزعابي، عنده عمر خربين، وعنده الأسطورة إسماعيل مطر. رمي التماس أمامنا هنا، باكايف هو اللي كان حاول في هذه اللقطة، باكايف رمي التماس هتتلعب دلوقتي لمصلحة نادي الشارقة. الحسن صالح يلعب الكرة عند موسى مريجا، من أمامه خالد الزعابي، اتحطت الكرة لأحمد نور الله بكعب القدم جميلة عند آلن، آلن آلن بيتقدم، آلن آلن وسع لنفسه، آلن لعب الكرة العرضية آلن، ولكن ما فيش أي حد إلا الحسن صالح، خبطت في راسه لكن عادل الحسني يقول له سيبها لي. يبدأ المرة دي بكرة أمامية إلى بيانيتش، ميراليم بيانيتش نقل واحدة في الطرف الأيسر إلى عثمان كمارة، إلى بيانيتش من جديد في وسط الملعب، الاستلامة من ماركوس ميلوني، يرجع ميلوني في الجانب الأيسر إلى الحسن صالح. هل لازالت الشارقة سيطبق نفس أسلوبه اللي حدث في شوط اللقاء الأول أم أن هناك قناعات ستتغير؟ خلينا نشوف. فراس بالعربي لعب الكرة عند خالد الضمحان اللي بيرجع إلى مارو كاتينيتش، في وسط الملعب ماجد راشد، ماجد راشد يلعب إلى بيانيتش من جديد اللي يلعب كرة طويلة في أقصى الجانب الأيمن، فراس بالعربي استلم، فراس بالعربي يلعب كرة عالية، موسى مريجا لمس براسه حلوة لعثمان كمارة، ولكن هايل هايل عبد الله حمد، شوف دوره اللي بيأديه بشكل رائع النهارده مع جورانتو فيكتيزيتش. سليمخان باكايف استلم بذكاء ومر، مر سليمخان، مر سليمخان، مر سليمخان، بيضايقه كده بيانيتش، وهنا الضغط اللي موجود من الحسن صالح، وبقرار من كليمون تروبان خطأ ضربة حرة لمصلحة الروسي سليمخان باكايف. كليمون توربان صفر واحتسب خطأ ضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة. بالمناسبة هذا الحكم اللي كان حكم انتصار بالميراس على الأهلي المصري هنا بنتيجة 2-0 في مونديال كأس العالم للشباب نسخة كأس العالم للأندية نسخة 21-22، شوف التصدي الرائع، وهو نفسه الحكم اللي كان أدار انتصار النادي الأهلي المصري على نادي الهلال السعودي بنتيجة 4-0. المباراة اللي كانت يعني جمهور الأهلي بيحتفل بذكراها بالأمس. انطلاقة من اليمين، محاولة من أجل المرور لكن تتقطع. مرة ثانية في وسط الملعب آلن يمرر الكرة عند أحمد نور الله، أحمد نور الله مع الكرة، أحمد نور الله اللي بيحاول يسلم الكرة مرة ثانية عند آلن، واحد من أفضل اللعيبة اللي دربهم أنشيلوتي كما قال ذلك أنشيلوتي، لدرجة إنه لعب معاه في نابولي وأخذ معاه وأخذه معاه كمان لما خد تجربة كانت شبه انتحارية، ولكنها يعني أثبتت قيمة ومعدن أنشيلوتي عندما درب هناك إيفرتون الإنجليزي. كرة لعبت على الأرض مرة تانية، استلامة ومحاولة تسديدة من فاكوندو، ولكن عادل الحسني صدها بالبوكس وإلى ضربة ركنية. إعصار وحداوي، إعصار وحداوي وتركيز وحداوي، وهنا الوحدة بشكل مختلف في شوط اللقاء الثاني، وأفضل وسيلة لتأمين الهدف هي الهجوم يا جوران، وبالفعل هنا التسديدة من فاكوندو لكن عادل الحسني بالبوكس يطلعها إلى ركنية. طلعت الكرة إلى ضربة ركنية، هتتلعب من أقصى الجانب الأيسر لمصلحة نادي الوحدة من الجبهة اليسرى، جاي يلعبها ألن بقدمه اليمنى، آلن البرازيلي جاي يلعب الضربة الركنية، لعبها عالية عالية عالية، ولكن عادل الحسني يطلع يلتقطها في الهواء من دون مضايقة من أي أحد. طلع مسكها عادل الحسني، يبدأ على الأرض في الجانب الأيمن إلى خالد الضنحاني، الضنحاني يمرر الكرة أمامية في وسط الملعب، فراس بالعربي
نقل واحدة في الطرف اليمين، هذه هنا التمريرة، وأدي النقلة الأمامية مرة ثانية إلى فراس. العربي يستلم بيحاول يمر، لكن شوف هنا الضغط اللي موجود من جانب إركينوفي اللي بياخد خطأ ضربة حرة. بياخد خطأ ضربة حرة. نسق المباراة اختلف، رتم المباراة اختلف، شكل المباراة اختلف مع بداية شوط اللقاء الثاني. وهنا شوف في اللقطة الماضية إركينوف الوافد الجديد إلى الدوري الإماراتي القادم هنا إلى صفوف الوحدة. ضربة حرة مسيرة الكرة في أقصى الجانب الأيسر عند روبن أمارال اللي يرجع عند لوكاس بيمنتا اللي بيأمن عند حارس المرمى راشد علي. علاء الدين زهير غير واحدة في الطرف اليمين استلامة. خالد الزعابي مع الكرة، خالد الزعابي لعب على الأرض عند سليمخان باكايف، رجعت لخالد الزعابي اللي بيأمن عند علاء الدين زهير. بيحاول ينتشر مرة أخرى نادي الشارقة، ممكن على فكرة ينزل خالد بوازير، هو محتاج لحد يحل في وسط الملعب. انطلاقة ماركوس ميلوني لحد دلوقتي ما ظهرش في المباراة. خالد حمد لعب باص حلو، هنا الكرة في أقصى الجانب الأيمن إلى سليمخان باكايف، لحق الكرة قبل ما تخرج. سليمخان يلعب الكرة إلى فاكوندو اللي يسدد، لكن ترد مرة ثانية إلى خالد حمد فيها راية مرفوعة، أو عبد الله حمد فيها راية مرفوعة. تسلل ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الشارقة. شوف الكرة وشوف المحاولة وشوف التمريرة البينية، وباين التسلل على سليمخان باكايف. ضربة حرة لمصلحة الشارقة عند عادل الحوسني. وأمامنا هنا المخلصين من الجماهير الوحداوية. وهنا سباستيان تيجالي. سباستيان تيجالي يستعد للمشاركة الآن في أرضية الملعب، وكرة خرجت لخارج الملعب وإلى تماس لمصلحة نادي الوحدة. هنا في تغيير ايضا قادم بالنسبه لنادي الشارقه في هذا الوقت. اعتقد طحنون الزعابي ده اللي بيستعد للمشاركه. وهنا امامنا عمر خربين والاسطوره اسماعيل مطر. يجرى عمليه الاحماء في ارضيه الملعب. اتلعبت الكره الاماميه محاوله للتقدم، لكن هنا التغطيه الحاضره. شايف كده كوزمين اولاريو عمال بيتكلم مع ماجد سرور. ده ماجد سرور اللي كان باين فيه اللقطه. ماجد سرور وصل الكره في الطرف اليمين. خالد الفرحاني لعب كره للامام، ما لقيتش اي حد خالص، مرت الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. ضربه مرمى امامنا هو اسماعيل مطر، اينما يذهب واينما يحضر الكاميرات تسلط عليه. فعلا والله اسطوره اسماعيل مطر، عطاءات كبيرة في أرضية الملعب، صناعة الفارق، كأس عالم للشباب هنا في الإمارات في نسخة رائعة، واللي قدمها إسماعيل مطر بشكل كبير، واللي كان حديث مجلة الورلد ساكر في تلك الفترة. إسماعيل مطر لدرجة أن هو كان محطوط على الغلاف لهذه المجلة. سلامات لماجد راشد اللي خد خطأ كده في وسط ملعب الوحدة لصالح نادي الشارقة. تغيير قادم الآن في أرضية الملعب. أمامنا هنا سباستيان تيجالي، وأمامنا كذلك ماجد سرور، هيعمل تغييرين في أرضية الملعب. السيد كوزمين أولاريو، كرة عالية جوه منطقة الجزاء، محاولة لمسة بالرأس من موسى ماريجا، ولكن علاء الدين زهير يطلع. إركينوف يلحق قبل ما تخرج. إركينوف وقفها بمهارة. إركينوف حط الكرة في وسط الملعب، سلمها أمامية. عبد الله حمد يلعب الكرة عند أحمد نور الله، انطلق أحمد نور الله، كان إركينوف فاتح له، لكن لعب الكرة أمامية محاولة الوصول عند فاكوندو، لكن يطلع عادل الحسني ويبدأ عند الحسن صالح. في أقصى الجانب الأيسر الحسن صالح. فعلا ماجد سرور يستعد للمشاركة مع سباستيان تيجالي، وعلى الجانب الآخر ثمانية طحنون الزعابي هيستعد للمشاركة بالنسبة لنادي الوحدة. هل ده طحنون الزعابي ولا مين؟ لا ده مش طحنون، ده اللي هيستعد للمشاركة الآن 68 اللي هو محمد العبيد، محمد علي العبيد، محمد علي. لكن هنا شوف الانطلاقة بقى، والمرة دي مساحة. ماريجا لعب الكرة لعثمان كمارة، لعب بالعرض بالعرض، ولكن ألن المقاتل هو اللي يرجع يأمنها ويطلعها لخارج الملعب وإلى رمي التماس. شوف هنا التغيير هيغادر أرضية الملعب.
خالد الضرحاني وهينزل مكانه ماجد سرور عشان يرجع ماركوس ميلوني يبقى هو الظهير الايمن. هو بيغادر خالد الضرحاني ارضيه الملعب واللي تواجد مع السيد باولو بنتو في تشكيله الامارات في كاس اسيا الماضيه. وهو ماجد سرور بيشارك الان في ارض الملعب. امامنا هو ماجد سرور اللي نزل في ارضيه الملعب قلب الدفاع. وامامنا فراس بالعربي هو الاخر بيغادر واللي بينزل مكانه هو سباستيان تيجالي. سباستيان تيجالي هل هيطلع مارو كاتينيتش لوسط الملعب ولا ايه؟ وهنا امامنا بيغادر ارضيه الملعب ماركوس ميلوني ولا مين ده؟ لا ده مش ماركوس ميلوني، ده روبن امارال. واللي بينزل مكانه هو محمد علي. محمد علي هو اللي بينزل في ارضيه الملعب. امامنا خالد الضرحاني زعلان. والحسن صالح جاي يلعب رميه التماس عاليه جوه المنطقه لكن ألن يطلع. ما شاء الله على ألن، لعيب بيلعب بروحه قبل ما يلعب بدماغه وبتفكيره. لمسه. عبد الله غانم لعب كره عند عثمان كمارة لكن طولت ومرت لخارج الملعب واصبحت الى رميه التماس. امامنا هنا اهو عثمان كمارة المهاجم المالي في تشكيله نادي الشارقه. رمي التماس عند الحسن صالح. جاي يلعبها الحسن صالح. يرجع للخلف عند عبد الله غانم. عبد الله غانم بيبدا عند عادل الحوساني. يسلم الكره الى مارو كاتينيتش. ماجد سرور نازل في وسط الملعب. اتسلمت على الارض الى بيانيتش. لمسه لكن ألن يقطع الى ماجد سرور مره ثانيه. استلم ماجد. نقل واحده في الطرف الشمال. هنا محاولة من الحسن صالح اللي عايز يتقدم لكن شوف الكرة لخارج الملعب وإلى تماس. انطلاقة أمامية، محاولة من أقصى الجانب الأيسر. ماجد سرور عايز يعدي لكن حكم المباراة بيقول العبد. شوف هنا زلميخامبا كايف الشرق بدأ يضغط دلوقتي ويمسك اللعب لكن هنشوف الوحدة بيحاول يستكشف المساحات وأي مرتدة ممكن تعمل مشكلة. وهنا أمامنا إيركي نوف. إيركي نوف طولت من امامه وخرجت واصبحت الكوره الى تماس من نصيب نادي الشارقه. 60 دقيقه يعني ربع ساعه من احداث شوط اللقاء الثاني والنتيجه لم تتغير ايها السيدات والساده. الوحده تقدم على الشارقه في شوط اللقاء الاول احمد نور الله في الدقيقه 31. تتلعب الى عبد الله غانم. مع الكره عبد الله غانم بيتقدم عبد الله غانم. يمرر الكره عند عثمان كمارة لعبد الله غانم اللي مشيت معاه لكن تتقطع من ألن. لمسه سريعه المره دي عند فاكوندو. فاكوندو عايز يطلع عبد الله حمد لكن اتضغط عليه ورجعت. تمريره بيانيتش عدى 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 بيانيتش لعب بينيه حلوه لعثمان كمارة. يا راجل يا راجل يا راجل بيانيتش الدهديه لسه الخطوره لسه الخطوره ولكن علاء الدين زهير بيانيتش هيعمل لك ايه تاني يا عثمان يا كمارة. اداك واحده باع فيها خط دفاع الوحده كله لكن لم يستغلها عثمان كمارة. ماجد سرور مع الكره. ماجد سرور نقل واحده في الطرف الايسر الى الحسن صالح. مشى الكره عند عثمان كمارة من جديد اللي يرجع الى ميرايين بيانيتش. على الارض عبد الله غانم اللي بيبدا من الخلف عند مارو كاتينيتش الى موسى ماريجا. رجعت الكرة من الخلف مرة تانية، بداية إلى كرة عالية جوه منطقة الجزاء أو على حدودها يطلع كويس دفاع الوحدة. تعدي من قدام أحمد نور الله اللي سابها. لكن ماجد سرور يأمنها عند مارو كاتينيتش. اتحسن شكل الشارقة شوية في أرض الملعب. هنا موسى ماريجا ضغط وخد الكرة قبل إيركينوف. رجع إلى ماجد سرور. ماجد سرور يسلم الكرة عند عبد الله غانم. اللي نقل الكرة في أقصى الجانب الأيسر. هنا المحاولة، هنا فرصة لعب العرضية الحسن صالح. لعب عرضية عالية يا ولد. سيباستيان تيجالي بالخبرة. سيباستيان تيجالي بالخبرة عرضية مضبوطة من الحسن صالح وسيباستيان تيجالي يعيد الشارقة في المباراة بهدف روعة. هدف روعة بكل الخبرة ارتقى وحطها براسه وها هو يعيد الشارقة في الملعب. يا سلام يا سلام يا سباستيان يا تيجالي يا سلام.
شوف هنا عمال بيتكلم معاه وكأن كوزمن بيقول له خليك جوه ال 18، لكن شوف الحسن صالح، شوف ارسل عرضيه حلوه 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 حلوه، وهنا لوحده خالص. فين بيمنتا؟ فين بيمنتا؟ بيمنتا مش موجود، تيجالي اللي موجود، والتعادل حضر للشارقه. واحد 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 واحد. لسه كنت بقول لك تحسن شكل الشارقه في ارضيه الملعب، وهو الجواب بيبان من عنوانه بهدف تعادل. لكن لسه المباراه، لسه موسى ماريجا بيحاول تتقطع منه، اركينوف بيحاول ولكن يصفر حكم المباراه خطا على ماركوس ميلوني. ضربه حره لمصلحه نادي الوحده. امامنا هنا الجماهير الوحدويه حزينه بعد هدف التعادل، لكن لسه المباراه لسه لم تنتهي بعد المباراة، لسه في فصول تانية في المباراة. لكن في الدقيقة 63 ها هو سباستيان تيجالي يعيد الشارقة في المباراة إلى كرة عالية مرة تانية. هنا لمسة بالراس جوه المنطقة، لكن هنا الإبعاد وصفارة من كليمون تورمون، وخطأ لمصلحة نادي الشارقة. سلامات سلامات. أمامنا هنا لوكاس بيمنتا اللي راجع. شوف هنا لوكاس بيمنتا مع ماركوس ميلوني اللي بياخد فيها خطأ ماركوس ميلوني اللاعب البرازيلي. ماركوس ميلوني صاحب ال 23 سنة واللي انضم إلى نادي الشارقة قادما من بالميراس. إعادة لهدف الوحدة هنا، شوف إركينوف سدد وبعد كده مرر، وهنا أحمد نور الله يعني عنده حس على المرمى ركنها. هدف. شوف هنا لمسها، وهنا أحمد نور الله على طول من غير ما يفكر. عادل الحسيني يبدا من الجبهه اليمنى عند مارو كاتينيتش. كره عاليه عند موسى ماريجا، يطلعها خالد الزعابي عشان ترجع في اقصى الطرف الايسر. حسن صالح عندي ماتش كويس لحسن صالح في الجبهه اليسرى. عبد الله غانم يلعب الكره ويبدا من منطقه الدفاع مره ثانيه. تقدم على الارض. ماجد سرور مرة لعبد الله غانم اللي يلعب واحدة في الجانب الأيسر إلى تمريرة طويلة أمامية، محاولة عند عثمان كمارة عايز يسبق هنا علاء الدين زهير، لكن من قبل سباستيان تيجالي. تيجالي يرجع مرة ثانية في الجانب الأيسر. سباستيان تيجالي يسجل هدفه رقم 17 في المواجهات المباشرة بين الوحدة والشارقة، يوسع الفارق كمتصدر. سباستيان تيجالي طبعا ويلتون من الشارقة 5 أهداف، وفاندرلي 4 أهداف من الشارقة، ثم محمد الحمادي وعبد الله أنور من الوحدة عندهم 3 أهداف. صفارة من كليمون توربان وخطأ من نصيب آلان على موسى ماريجا. خطأ من نصيب آلان على موسى ماريجا. وضربة حرة. امامنا تيجالي عمال يتكلم مع آلان ويضحك كده معاه في ابتسامه ما بينهم هما الاثنين. اعاده للعرضيه المظبوطه من الحسن صالح، والارتقاء السهل الممتنع من سباستيان تيجالي اللي اسكنها على يمين راشد علي، من وهي بتتلعب بالعرض اول ما عدت من علاء زهير باين ان هي هدف. هنشوف الضربه الحره لمصلحه الوحده. الكره بتتلعب عاليه جوه المنطقه، لكن هنا الابعاد، لسه الخطوره جوه المنطقه في اقصى الجانب الايسر. محاولة عند لوكاس بيمنتا، يحافظ عليها بيمنتا، عايز يلف ويلعب بالعرض، لكن ضغط مزدوج، وفي النهاية ركنية من نصيب الوحدة. ركنية من نصيب الوحدة. هل هناك خبر سعيد للوحدوية الآن من هذه الركنية؟ تنتظر. لكن النهاردة أدوار عظيمة الحقيقة لميرالين بيانيتش. ودي نوعية المحترفين اللي تصر على بقائها وتجيب اللي زيها باخلاص في الملعب. آلان يلعب الكره الركنيه العاليه، ولكن عادل الحسيني يطلع يمسك. يبدا على الارض الى تيجالي مع الكره سباستيان تيجالي. عبد الله حمد يحط جسمه ويقطع، وصلت الى بكايف، لكن مره ثانيه الى تيجالي. عبد الله حمد مأمن بشكل رائع. خالد الزعابي يبدا، محمد علي لعب واحده في الجانب الايسر الى آلان، طويله لكن ابعد اقرب للحسن صالح. سلم الى بيانيتش اللي نقل الكوره. شوف هنا صفاره من الحكم، خطا، ضربه حره لمصلحه نادي الوحده. اتلعبت سريعه اركينوف، لكن الحكم يوقف ويقول ارجع العبها من مكانها. وفي لاعب
من لعيبة الشارقة واقع على أرضية الملعب. سلامات سلامات. سلامات للي واقع على أرضية الملعب. شوفنا اللقطة اللي بتتعاد لحضراتكم. اتلعبت الكرة في أقصى الجانب الأيسر. كرة طويلة لكنها إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الشرق. عمر خربين هو اللي يستعد للمشاركة الآن في أرضية الملعب. تغيير قادم بالنسبة لنادي الوحدة. عمر خربين ممكن يبقى مكان فاكوندو على فكرة، وممكن يخرج برضو سليمخان باكايف. هنشوف يفكر في ايه السيد جورانتو فيكتيزيتش. وهنا امامنا موسى ماريجا. مين اللي بيغادر؟ اللي بيغادر هو فاكوندو. فعلا فاكوندو هو اللي بيغادر ارضيه الملعب، ولا ينزل مكانه هو عمر خربين. عمر خربين اللي كان تالق مع المنتخب السوري وسجل هدف الصعود الى دور السادس عشر. سوريا التي هزمت من ايران في الدور السادس عشر بركلات الترجيح. وامامنا هنا فاكوندو كروتشبيسكي اللي خارج زعلان. خارج زعلان فاكوندو كروتشبيسكي. امامنا في هذه اللقطه مش مبسوط اللاعب الارجنتيني اللي بيحمل الجنسيه البولنديه. وفاكوندو اللي كان لاعب في نادي ارسنال دو ساراندي وتم ضمه مطلع هذا الموسم الى نادي الوحده. رمي التماس اتلعبت، لكن هنا التغطيه الحاضره من علاء الدين زهير. عمر خربين استلم ده ولا احمد نور الله؟ هي صفاره خطأ ضربه حر. الاثنين على فكره نفس الستايل ونفس الجسم ونفس البشره كمان، احمد نور الله وعمر خربين، وحتى نفس الركضه. بص ركضه احمد نور الله. الفرق اللي ما بينهم هو رقم الصفر اللي على التيشيرت. خربين 70 واحمد نور الله 7. اركينوف عايز يعدي اركينوف، استلم اركينوف بيحاول يمر، لكن هنا كرة خدها مره ثانيه محمد علي، عايز يلعب لاركينوف، ولكن هنا من امامهم ماجد راشد يطلع لخارج الملعب والى تماس. تتلعب على الارض بكعب القدم. تمرير اماميه تنزل، استلامه من وسط الملعب من عبد الله حمد. علاء الدين زهير نقل واحده في الطرف اليمين الى خالد الزعابي، لكن كده اتدربك فيها، لكن نجح وخبطها كده في موسى ماريجا، واصبحت الكره الى ضربه مرمى لمصلحه نادي الشارقه عند عادل الحوسن. وامامنا هنا موسى ماريجا نجم يعني اللي معروف عنه انه يعني شخص متواضع ولاعب مخلص في ارضيه الملعب، واللاعب اللي يعني كان ترك ذكرى طيبه لدى نادي بورتو البرتغالي والجماهير اللي خرجت تودعه عندما اعلن انتقاله الى نادي الهلال، وبدايته في المنطقه العربيه عندما اشتراه نادي الترجي الرياضي التونسي من نادي اميون في فرنسا. صاحب ال 32 سنة موسى ماريجا. بداية من أقصى الجانب الأيمن إلى سليمخان باكايف. باكايف يتقدم باكايف، لكن شوف من أمامه بقى ماجد سرور يقطع. يلعب الكرة عند ماريجا، ما يسيطرش عليها ماريجا. رجعت علاء الدين زهير يأمن عند لوكاس بيمنتا. طويلة غير أسلوبه جوران للثلاثة. محمد علي برفقة بيمنتا وعلاء الدين زهير، ومطير كده اركينوف على الجانب الأيسر، وعنده على الجانب الأيمن باكايف، وعندك ألن، وقدامه أحمد نور الله مع تواجد طبعا لعبد الله حمد وعمر خربين في الخط الأمامي. باينة كده منطقية كده بالشكل اللي باين في أرضية الملعب. خالد الزعابي عندك على اليمين. هنا محمد علي بيضغط، لكن الكرة طلعت ومرت إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة. رمي التماس تتلعب ترجع من جديد مرة تانية تنزل، لكن ماجد راشد كده باكورد، وهنا علاء الدين زهير يرجعها براسه ضاغط عثمان كمارة، لكن لحق علاء الدين زهير. اتنقلت الكرة في الجانب الأيمن، موجودة عند خالد الزعابي اللي رجع في الخلف.
يحاول ان هو يبدا خالد لطفي السعادي. محمد علي يمرر الكوره. انطلاقه مع عوده ولوكاس بمنتا يعيدها للخلف الى راشد علي. راشد نقل الكوره في اليمين. لمسه الى الن، بيتقدم الن. لعب الكره على الارض. لكن هنا شوف ماجد سرور، هنا ممكن كان يبقى فيها مغامره لكن مارو كاتينيتش قطع. اتسلمت الكره في وسط الملعب، الن يلعب الكره عند اركينوف. واحد لواحد هلا ينجح ولا ايه؟ واحد لواحد مع ماركوس ميلوني. اركينوف وطلع له محمد علي لكن سلم الكره على الارض. لا والله ده لسه جوران بيلعب اربعه، اهي باين لسه بيلعب اربعه جوران. يمكن في وضعيه من الوضعيات كده كانوا قلبينها الثلاثه. لكن هي الكره عند موسى ماريجا بيدور على مساحه، لكن شوف ما شاء الله علاء الدين زهير اراها ولعب الكره الى سليميخان باكاييف اللي بيسقط على ارضيه الملعب وبياخد خطا ضربه حره. بياخد خطا ضربه حره. دي مصلحه نادي الوحده. ضربة حرة لمصلحة الوحدة الآن في أرضية الملعب. شوف الوحدة أكمل 271 تمريرة منهم 58 خاطئة، والشارقة 304 تمريرة منهم 65 تمريرة خاطئة. ضربة حرة لصالح الوحدة وترقب على مشارف منطقة جزاء الشارقة إلى كرة عالية. لكن هنا اللي كان ضاغط هو ماجد سرور، بيحاول لوكاس بمنتا لكن ماجد سرور حط جسمه وطولت من امامه واصبحت الى بمنتا. بس لا يا جماعه، لا يا جماعه، لا يا بمنتا ولا يا ماجد، ملهاش لازمه الحاجات دي. وكليمون توربان بيوقف اللعب كده وبيتكلم معاهم لكن بيقول استأنف اللعب. هذا الحكم اللي كان ادار ويلز وسويسرا وروسيا والدنمارك في اليورو 2020. بتلعب الكرة مرة تانية من جديد. في وسط الملعب مرة تانية، لكن شوف بقى محاولة الارتداد السريع لكن باص خاطئ يقطعه كويس الدفاع. اتسلمت وهنا سقوط على أرض الملعب وخطأ من نصيب عثمان كمارة. خطأ من نصيب عثمان كمارة. شوف ماجد سرور عمال بيتكلم مع الحكم. امامنا عمر خربين هو الاخر. شوف هنا الكوره، شوف هنا الباس، شوف هنا محاوله التمرير لكن علاء الدين زهير قطعها. بعد كده عبد الله حمد والتدخل، وحكم المباراه قال العبد واستأنف اللاعب. بعد كده عثمان كمارة خد خطا. 14 دقيقه متبقيه على النهايه، 1-1. الوحده تقدم في الدقيقه 31. عثمان احمد نور الله وعادل سباستيان تيجالي في الدقيقة 63. ضغط من جانب الوحدة من الجانب الأيسر، لكن الخطأ من نصيب عبد الله حمد. اتلعبت وكرة مرت إلى خارج الملعب وإلى تماس أيضا من نصيب نادي الوحدة. رمي التماس من الناحية اليسرى. محمد علي يلعب رمية التماس على الأرض عند أحمد نور الله. اتسلمت الكرة، ضغط من ألن، رجع إلى أحمد نور الله اللي بيراوغ وينقل الكرة في الطرف الأيسر إلى آلن. آلن يلعب العرض لخربين يا ولد، لكن هاي العادل الحسني، حلوة من آلن وأحلى من خربين وأعظم من عادل الحسني اللي يتألق لتاني مرة وينقذ مرمى الشارقة من هدف تاني. الإنقاذ اللي أنقذه بقدمه من أمام باكاييف، ولا عفوا من امام فاكوندو، ودي الثانيه من امام عمر خربين ويتصدى لها عادل الحسني بامتياز. عادل يبدا عند مارو كاتينيتش. الوحده ضاغط الان وشكله افضل في ارضيه الملعب، لكن دي مباراه متحوله متقلبه، في اي لحظه ممكن تشوف فيها سيناريو عكس السيناريو اللي داير في ارض الملعب. الحسن صالح الى بيانيتش، لمسه لماجد سرور للحسن صالح مره ثانيه، عايز يلف كروس ثاني، لف الكروس الثاني وهنا قابل معاها على القائم الاول موسى ماريجا، لكن يطلعها من امامه علاء الدين زهير والى تمس. ده بيمنتا، لوكاس بيمنتا طلعها لخارج الملعب والى رمي التمس. شوف هنا بقى جوران توفيك ديزيتش عمال بيتكلم مع عمر خربين.
ورمي التماس اتلعبت عاليه جوه المنطقه، لكن هنا الابعاد وهنا الاستلام. تجالي، تجالي بيحاول تجالي، لكن الضغط على تجالي، اتخذت الكره عبد الله حمد عايز يلعبها عند اركينوف، وصلت الى عمر خربين، عمر خربين هنا الضغط، هنا 4-5، هنا 4-5، يغير اللعبه في الجانب الايمن الى احمد نور الله، هنا خطيره للوحده، هنا خطيره للوحده، هنا نور الله، هنا وسع نور الله، هنا الخطوره للوحده يا لعيب، حلوه حلوة من أحمد نور الله اللي بيضيع الهدف الثاني. يا سلام، بمجهود فردي رائع، تلاعب بماجد سرور وسدد، لكنها تعتلي عارضة عادل الحوسني. حلوة حلوة، ماتش عظيم من أحمد نور الله النهاردة يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. هنا في ظل التشجيع والهتافات، في ظل التشجيع والهتافات من الجماهير الوحدوية في أرضية الملعب. وإن كان لي حق في اختيار أوسكار في مباراة اليوم، سأمنح أوسكار لبيانيتش وأوسكار لأحمد نور الله الصراحة كده، من غير ما أزود يعني، واستقبلوني يعني، عادل الحوسني عنده أوسكار وعلاء الدين زهير عنده أوسكار، الأربعة دول الحقيقة النهاردة توب، ما شاء الله ما شاء الله. مرت كرة لخارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة من الناحية اليمنى. الماتش بيحلو، ورسالة للجماهير يا جماعة، يعني رابطة المحترفين موفرة لكم كل حاجة. شفنا بين الشوطين الفعاليات اللي بتتعمل للجماهير اللي موجودة، والأولاد الصغيرين نازلين يشوطوا ضربات الجزاء، وبره الملعب كمان يعني كل حاجة. مفيش جو أحلى من الجو ده، خد أسرتك وروح الملعب، والله اللعيبة لما تشوف الملعب متقفل هيبقى الدافع غير، وهيبقى الشكل غير. من على الدايره تمريره اماميه، هنا الاستلامه عثمان كمارا، ضغط من جانب الشارقه الان، كره في الطرف اليمين، ماركوس ميلوني يلعب بالعرضه ارضيه، ولكن يقابل معها بمنتا لخارج الملعب. سمعه بيستعد للمشاركه الان في ارضيه الملعب. وانا اثنين مشجعين قاعدين، ما اقدرش احط في ذمتي اقول شرجاويه ولا وحدويه، اثنين مشجعين قاعدين في الملعب. رامي التماس لصالح الشارقة من الناحية الأخرى، لكن هنا كليمون توربان بيقول في خطأ في تنفيذ رمية التماس، وبيقول رمية التماس عكسية الآن لمصلحة الوحدة. 80 دقيقة أيها السيدات والسادة، مشاهدينا متابعينا مستمعينا من كل مكان عبر شاشتكم المفضلة أبو ظبي الرياضية. هنا بعد 50 يوما من التوقف يعود دوري أدنوك للمحترفين، الأسبوع ال 13، الشارقة والوحدة 1-1، أو الوحدة والشارقة، هنا في أرضية ملعب استاد آل نهيان هنا في العاصمة أبو ظبي. رمي التماس، اتلعبت الكرة عند آلن اللي يحط الكرة في وسط الملعب وترجع من جديد إلى مارو كاتينيتش، يمرر الكرة عند عثمان كمارا، عثمان كمارا لعب الكرة عند ميرالين بيانيتش، بيانيتش لعب كرة حلوة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا تيجالي، وهنا المرة دي يطلعها الدفاع، يطلعها الدفاع، لكن أي عقل مدبر أنت يا بيانيتش، ميرالين بيانيتش إدى الكرة لسباستيان تيجالي اللي حاول معاها، لكن علاء الدين زهير أنقذها، وتيجالي اللي كان قريب من إحراز هدف تاني. شوف هنا بيانيتش، شوف هنا بيانيتش، شوف 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 الباص، شوف الباص ده اللي اسمه باص عيون، الباص الوايرلس اللي اخترق فيه دفاع الوحدة، وهنا حاول تيجالي ولكن علاء الدين زهير في الوقت المثالي. ركنية مرة تانية من بيانيتش بالراس، يا ماريجا يا ماريجا يا ماريجا يا ماريجا، ماتش عظيم ماتش عظيم، وموسى ماريجا ظبطها له بالورقة والقلم بيانيتش، وادي هنا واحدة لكنها في الشباك العليا، وإلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة نادي الوحدة. ترجع الكرة، لمسة على الأرض، انطلاقة عبد الله غانم، بيانيتش بالكعب إلى ماجد سرور اللي يلعب كرة عالية عند موسى ماريجا، لكن رجعت لماجد سرور مرة ثانية، يروح بيها ماجد على أقصى الجانب الأيسر عايز يعدي وسط اثنين، لكن قفل عليه لوكاس بيمنتا اللي بيحافظ عليها، وياخد خطأ ضربة حرة، خطأ ضربة حرة. بطل تشاكس بقى، بطل تشاكس، أنت نازل وعامل ماتش كويس يا ماجد. شوف هنا ماجد سرور، هنا لوكاس بيمنتا معاه، وصفارة وخطأ، ضربة حرة لمصلحة نادي
وحده. اسماعيل ماطر ينزل هنا الى ارضيه الملعب، واللي بيغادر هو باكايف. اسمع هتاف الجماهير لاسماعيل وطحنون الزعابي بدلا من عبد الله حمد اللي عمل ماتش كبير برضه ما شاء الله. عبد الله حمد نزل، طحنون الزعابي ونزل، اسماعيل مطر غادر، اسلمي خان باكايف وغادر عبد الله حمد. وضربه مرمى لمصلحه الوحده، لكن يرد عثمان كمار، يلعب كره طويله الى موسى مريجا، موسى مريجا حط على صدره موسى مريجا، لكن حكم المباراه بيصفر في وسط الملعب فيها خطا لمصلحه نادي الوحده. هنا امامنا ميرالين بيانيتش بيقول له خطا على مين، لكن امامنا موسى مريجا اللي كان يدوب لسه بيستلم، لكن هي الخطا من نصيب لوكاس بيمنتا، من نصيب لوكاس بيمنتا. شوف هنا الكوره وشوف هنا المحاوله، وعثمان كمارا اللي كان اصطدم مع لوكاس بيمنتا. نشوف بيوريها كده لسباستيان تجالي ان كان فيها خطا. قلب لعب الكره الى بيمنتا، بيمنتا من الجانب الايسر الى محمد علي اللي يعيد الكره الى اركينوف. احمد نور الله استلم الكره، احمد نور الله وصل في الجانب الايمن الى خالد بوطي، خالد بوطي يمر، خالد بوطي مرة تانية إلى سمعة، تغيير لعب بالمقاس، سمعة لعب الكرة عند إركينوف، فرق له محمد علي، لكن إركينوف لعب لمحمد علي اللي عايز يلعب عرضية، لعب عرضية عالية عالية، ولكن هنا عبد الله غانم. نزلت الكرة إلى سمعة، ردت من جديد، هنا الكرة العرضية العالية والمحاولة، ولكن مارو كاتينيتش مرة تانية عشان تنزل إلى عثمان كمارا اللي راجع يدافع. يضغط وياخدها محمد علي، حطها على الارض الى احمد نور الله، لمس الكره الى اسماعيل مطر اللي بيحاول، ولكن ماجد سرور من امامه هو اللي بيقطع الكره. تتسلم في اقصى الجانب الايسر، تمريره من الحسن صالح اماميه عند سباستيان تيجالي، ولكن هنا الحكم بيقول الكره مرت لخارج الملعب والى رمي التماس. خالد بوازير هيستعد للمشاركه الان في ارضيه الملعب. التغييرات اللي تمت عندنا اربع تغييرات بالنسبه لنادي الوحده، وهنا التغيير الثاني بالنسبه لنادي الشارقه. الشارقه اللي كان اجرى تغيير اول ونزل سباستيان تيجالي البديل الناجح اللي كان نزل، سباستيان تيجالي مكان فراس بن العربي، وكان في تغيير ثاني تم، ماجد سرور اللي كان نزل مكان خالد الضرحاني، يبقى ده التغيير الثالث. اسماعيل مطر بلمسه كده عند طحنون الزعابي، نرجع الكره في اقصى الجانب الايسر، لمسه المره دي هنا الاستلامه من بيانيتش، يلعب الكره في الجانب الايسر، محاولة من أجل التقدم، لكن شوف هنا الضغط اللي موجود. كرة على الأرض إلى ألن، عدد في أقصى الطرف الأيمن، علاء الدين زهير يرجع عند ألن اللي رجع غطى مكان علاء الدين زهير في الهجمة اللي فاتت أو في الكرة اللي فاتت. لوكاس بيمنت، محمد علي قدامه، لكن بيمنت يلعب استلامة وتقدم الارض في وسط الملعب الى احمد نور الله اللي لعب واحده في الجانب اليمين. خالد بطي مره ثانيه، احمد نور الله يدور على اي حد من زملائه يتحرك من غير كوره. اركينوف كان بيحاول، لكن لمسه الى طحنون الزعابي، يلعب البينيه حلوه لاسماعيل مطر، اعادها الى طحنون الزعابي. شوف هنا مين اللي راجع، اللي راجع ده هو موسى مريجا اللي بياخد خطا ضربه حره من نصيب نادي الشارقه. سامريجا هو اللي كان راجع مأمن ومقفل كده في اللقطة الماضية، وخد فيها خطأ ضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة. أمامنا هنا إركينوف، وهنا الكرة البينية اللي كانت اتلعبت عند إسماعيل، عند عثمان كمارة عفوا، لكن لسه لازالت النتيجة 1-1 في أرضية الملعب. انطلاقة من الجانب الأيسر، خالد بوازير يستلم الكرة ويحافظ عليها، خالد بوازير لعرضية جوه المنطقة ولكن يطلعها ألا. يتقدم ألن، لعب واحدة طويلة أمامية في أقصى الجانب الأيسر، عايز يستلم ويعدي إركينوف، حط جسمه وهنا الدفعة صفارة، خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الوحدة عند اللي أمامنا اللي بياخدها خوشيمات إركينوف على ماركوس ميلوني. ضربة حرة لمصلحة الوحدة، داخلين على الدقيقة 88 من نتيجة المباراة، والنتيجة التعادل 1-1 بين الفريقين.
متى كانت نتيجة 1-1 آخر مرة؟ كانت في موسم 2021 وكذلك في شهر فبراير على فكرة، وكانت المباراة في نفس التوقيت برضو على ملعب النهائيات، لكن العكس لوان بيريرا كان هو اللي تقدم للشارقة، وكان عمر خربين اللي سجل بصناعة من فارس جمعة. ضربة حرة اتلعبت الكرة العالية جوه المنطقة، هنا الخطورة ولكنها إلى ركنية من نصيب الوحدة، ركنية من نصيب الوحدة. بالمناسبة يا جماعة، لقاء واحد ما بينهم هو اللي شهد أهداف كبيرة، شهد 8 أهداف، وهي النتيجة الأكبر ما بينهم في دوري المحترفين، 7-1 في 2 نوفمبر من عام 2016 الوحدة كان فاز على الشارقة 7-1 في ملعب الشارقة. وضربة ركنية الآن من نصيب إسماعيل مطر، مباراتان فقط اللي شهدت تعادل سلبي ما بينهم، أول مواجهة في التاريخ والمواجهة في ختام الموسم الماضي. وضربة ركنية عالية على القائم الثاني، محاولة ولكن هنا بيانيتش يلحق نور الله، لسه كرة عالية ولكن عادل الحسني يلتقطها بكل هدوء يلتقطها عادل الحسني. أمامنا هنا بيانيتش، وعادل يبدأ على الأرض إلى ميرالينو، بيانيتش عدى بيانيتش، مر بيانيتش، استلم وضرب بيانيتش، خسر الكرة، استعاد لوكاس بمنتا إلى سمعة، مع الكرة سمعة يلعب واحدة أمامية سمعة، ولكن الكرة اتقطعت وعادت من جديد إلى عادل الحوسني. لعبت الكرة على الأرض عند خالد بوطي، رجعت في أقصى الجانب الأيسر، هذه هنا التمريرة عند محمد علي، يرجع إلى لوكاس بمنتا، سلم الكرة عند علاء الدين زهير اللي يلعبها إلى آلان، 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، خلاص دخلنا على الدقيقة 90، ثواني على الدقيقة 90، محمد علي مع الكرة، محمد عايز يعدي مع موسى ماريجا، موسى ماريجا يعني ما شاء الله أضخم وأشرس، وصلت إلى ماجد راشد اللي ياخد الكرة، ماجد راشد بيانيتش يلعب واحدة طويلة حلوة إلى تيجالي، سباستيان تيجالي يفقدها، وعلاء الدين زهير ما شاء الله يحافظ عليها، ينقل واحدة في الطرف الأيسر إلى إسماعيل، مع الكرة سمعة يحطها على الدايرة إلى أحمد نور الله، ليتقدم على يمينه طحنون الزعابي، لكن يلعب كرة طويلة ما وصلتش عند خربين، أقرب إلى عادل الحوسني. تغيير الآن قادم في أرضية الملعب، بالنسبة لنادي الشارقة، سالم صالح صاحب القميص رقم 23 واللي بالمناسبة لعب أيضا بقميص الوحدة والشارقة، اتلعب من جانب الأيمن، مارو كاتينيتش إلى كرة عالية لكن علاء الدين زهير يقابل معاه، تنزل إلى طحنون الزعابي، استلم ودار سقط على أرض الملعب، قد خطأ ضربة حرة، وهنا إعلان لتغيير قادم بالنسبة لنادي الشارقة. هل هيخرج موسى ماريجا ولا مين؟ لا يخرج هو ميرالين بيانيتش، واحد من نجوم المباراة واللي هيشارك مكانه هو سالم صالح. بيانيتش خرج بعد أن فعل كل شيء في أرضية الملعب إلا تسجيل الهدف، لكن مساهمات عديدة، قطع كرات كثيرة، خلق فرص كتير لزملائه، إعادة للكرة من إركينوف واللي كان مررها لأحمد نور الله واللي كان أسكنها على يسار عادل الحوسني في الدقيقة 31، ونانة استحسان الأسطورة إسماعيل مطر، ثم عرضية الحسن صالح والارتقاء بالرأس في الدقيقة 63 لكي يعود تجالي ويفرح الجمهور الشرجاوي في المدرجات. داخلين على الدقيقة 92 وخلاص دقيقة على انتهاء الوقت المحتسب بدل من الضائع، يا طحنون اتفوتت، وصلت إلى خالد بوطي في الجانب الأيمن، بيحاول مع عبد الله غانم، ولكن هنا حكم المباراة صفر خطأ ضربة حرة من نصيب الوحدة. الكرة هتبقى مفصلية ومهمة في الوقت القادم من المباراة لصالح الوحدة من أقصى الجانب الأيمن في ظل ترقب وحذر من دفاع الشارقة. واسماعيل مطر هو اللي رايح يلعب الضربه الحره. اسماعيل وبجواره احمد نور الله. شوف هنا كوزمين جاي بيتكلم معاه. كوزمين بيتكلم مع اسماعيل وابتسامه كده. وضربه حره.
اسماعيل واقف على تنفيذ الضربة الحرة الآن لمصلحة الوحدة. لعب الكرة القصيرة إلى ألن، عادها لإسماعيل إلى أحمد نور الله اللي ينقل واحدة في الطرف اليمين إلى خالد بوطي، رجع مرة تانية إلى سمعة، مع الكرة سمعة يلف كرة عالية حلوة حلوة حلوة، هنا لمسة بالراس ولكنها إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. أمامنا هنا لوكاس بيمنتا بيقول عليه وبيقول الكرة إلى ضربة مرمى، وموسى ماريجا بيقول له العب لي الكرة العالية بسرعة. كان موسى ماريجا هو اللي شارك في الكرة الماضية. وضربة مرمى عند عادل الحسني وخلاص. الثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل من الضائع انقضوا. كده الشارقة هيبقى 23 نقطة والوحدة 21 نقطة. الوحدة سيقفز مركز ويزيح الجزيرة اللي يعني لسه ناقص له مباراة في الجولة هذه، والشارقة كما هو في المركز الرابع برصيد 23 نقطة. 1-1 صافرة النهاية من الفرنسي كليمون.